السلام عليكم، معاكم مهندس مصطفى من سكاي واي. النهارده هنتكلم عن منتج من منتجات شركه كومينيلو الايطاليه في البوابات، وهي البوابه البارير. البوابه البارير الخاصه بالكومباوندات او الجراشات هي عباره عن بوابه بتتكون من الشاسيه ولوحه التحكم والريموت الخاص بيها والسنسور والدراع. طبعا بيتنوع اطوال الدراعات عندي في البوابه دي 3 متر وال 4 متر، تمام؟ اما ال 5 متر وال 6 متر بيكونوا مجهزين للاضاءه، بتكون بالشكل ده وبيكون في وحده اضاءه خاصه بالشاسيه. ميزه الاضاءه دي انها في حاله ان احنا الاغلاق او حاله عدم السماح بالدخول بيكون الدراع مضيء باللون الايه؟ الاحمر. مجرد ما بفتح الدراع او بنسمح بالدخول بيتغير لون الاضاءه من اللون الاحمر للون الاخضر. ممكن نبص على الاضاءه في البوابات. طبعا شكل الدراع هيفضل باللون الاحمر لحد ما يبدا يسمح، والاضاءه الخاصه بالشاسيه مجرد كده سماح الدخول. اول ما الدراع يبدا يقفل تاني وتنتهي حاله السماح بالدخول هيرجع اللون تاني الاحمر، وده بيكون وده بيفيد جدا في الضلمه في الكومباوندات او في الاماكن المظلمه كده.